ملعب العشرين من أوت ممتلئ حتى آخره. هي المرة الأولى التي يحيي فيها مغني الراب العالمي عبد الرؤوف دراجي المعروف فنياً باسم سول كينغ حفلاً في بلده الأم الجزائر منذ رحيله للعيش في فرنسا في عام 2014. لكن خارج الملعب المشهد كان مختلفاً. أمام أحد المداخل تدافع الجماهير قبيل ساعة تقريباً من بداية الحفلة تسبب في سقوط قتلى 20 جريحاً على الأقل بحسب ما أكد مصدر طبي. ممثل للنيابة توجه إلى المكان ثم إلى مستشفى مصطفى باشا الذي نقل إليه الجرحى، لكن الحضور لم يلاحظوا أي شيء ولم يعلموا بالتدافع. كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن أعداد حضور فاقت بكثير الأماكن المتاحة في الملعب، إذ أن سول كينغ الذي ينوع بين الريجي والسول والهيب هوب والراي له جمهور عريض يتداول أغانيه التي تعكس واقع الشباب الجزائري ويرددها في المناسبات الاجتماعية المختلفة. من أشهر أغانيه الأخيرة أغنية لا ليبرتي أو الحرية التي أصبحت بمثابة النشيد الوطني للحراك الشعبي في الجزائر ويرددها كل من يطمح للحرية.